يا شباب جينا هلا هون على الزعرور انا وخيكم زكريا. هيك هون شكله عم يعملوا جاكوزي. جاكوزي هون حيعملوا جاكوزي. نحن عم نعملها يعني بعد ما خلصنا بيتنا. هون بنحط طاوله بنلعب 400 ايه هون حاطين. هلا ارجيكم على العرصات. ما عاد شفت على التايتل عرصات. ناخد اول عرس. عرس الثاني. عرس الثاني جوا. ليك محمد يوسف وجهه قد احمر يا زلمه من الثلج. بس اول لا منيحه منيحه. هلا سكر سكر الباب بليز. اوكي هون عم نمشي على نحن لانه العصافير هون. شباب بس بدي اقول لكم شيء انه هون في اربع حلويات بيقربوا. مش هلا مش هلا. الجو هيك محلات الثلج على فكره بس يكون جديد نازل رقيق كثير. هيك رقيق. تعال نصه هو هون. هيك هيك رقيق. انا اول مره بشوف ثلج بحياتي كان. هلا بدنا نعمل مشاوي ارجل ونحشي. ايه هون هون بنحط هون المشاوي. محمود جينا على القطب الشمال. شو يا محمود وين نحن؟ نحن هلا بمدينة المدينة. اسمع 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 هلا عم نولع الفحم بقلب البيت لانه برا الثلج اصلا ما فينا نولع. ليك خالته محمود عم تغسل عم تجلي اجلي اجلي. شوفوا السوريا يا سلام على الدفا. دفا عفا وهم البرد اختفى. يا برني يا برني. هلا طلعنا نشوي برا لانه هذه الطقس بطلت تثلج. شو يا محمود؟ واه لحالا لحالا. شوف الشاو كله ضباب يعني ما حدا شايف حدا يا شباب. اكتبوا لنا اذا بتحبوا الضوء هيك بارد اذا على بالكم. ها يا سلام. بس ما هو ما حن طعميهم لحسن وزكريا. محمد هيدا هون يحطوا شيء دغري دغري على الاكل على المعز. Thank you.
Happy birthday to you! وش يا حيوان وش؟ خلصت خلصت كبير خي مودي حط له شوال زكريا خاين صار خلاص دام أغنية شو اسمه؟ بقدر أكون غيري أنا هذا أنا بقدر أكون غيري أنا أنا الربيع بقدر أكون غيري أنا ارسم حروفي ارسم حروفي ارسم حروفي ارسم